يا أخوتي الكرام، جينا نصلي صلاة العيد هنا في هذا المسجد، وأعطونا الآيس كريم. ولكن في أشياء صراحة أزعجتني، مثلا المكان ليس نظيف جدا، الحيطان متسخة، ما كان في مصليات قعدنا على الأرض، والأرض بلاط برد جدا. درجة حرارة الآن تقريبا 10 يمكن، في هواء، الأرض مثلج، وبعدين الميكروفون ما سمعينه يا إخوة الكرام. كانت مصرية عندها ابن فأعطيتها الآيس كريم، أعطيته الآيس كريم للولد لأنه ما كان عنده المسكين، وأنا مسكت واحد. هذه كانت نهاية الحلقة إخوة الكرام، كانت حلقة قصيرة شوي. المهم أتمنى تكون هذه الحلقة عجبتكم، الأجواء هنا في العيد كما تعلم، وإلى اللقاء، نراكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم.